مرحبا بالليل فواه للأبكار، ترحيبنا يلزق من قلبه وضمير. الأرض زانت وارتوت كل الأقفار، وسح كل ما ازدهار واصبح خضير. في مهرجان اليوم زاد الانبهار، حيث التنافس قام والتنظيم غير. قاموا على الرجال واطوال العمر، حتى استوى للناس والجمع الغفير. واهل الغوالي يحضروا من كل دار، ساقوا ركايبهم على العد الغزير. واليوم مزيونه محطه وانتظر، وبيارق الامجاد فيها تستنير. مرحبا بالليل متابعين الكرام أينما تكونوا، نجدد الترحيب بكم من هنا من ولاية المزيونة وفي مهرجان المزيونة الثاني للمزاينة والمحالبة لعام 2022. نحن اليوم في اليوم الثاني لمسابقة المزاينة، وفي الفترة الصباحية مشاركات كبيرة من أصحاب الحلال من داخل ولاية المزيونة ومن خارجها. تابعونا في هذه التغطية ونقول الناموس للجميع.
وينكم يا اهل مزيونه؟ وينكم يا اهل الرماه؟ وينكم يا اهل ثمريد؟ الاول نعطيكم النتيجه. روح همسنا همسنا الحرشة ولا معوضة ولا سليمة؟ سليمة ولا الحرشة ولا معوضة؟ اللي تحمل نادي بالرقم ثلاثة، اللي تحمل رقم ثلاثة فالناموس راعي معيضة، رقم تحمل رقم عشرة فالناموس صالح بخيت. من بين الأول والثاني؟ من بين رماه وثمريد؟ رماه ولا ثمريد؟ سليمة ولا الحرشة؟ الأول يغادر الحدود ولا الوايد ثمريد؟ الأول الأول مع سليمة اليوسف سالم، والثاني مع الثاني والثاني العمر راعي الحرشة. فل الناموس الجميع، ونتمنى من الفوز والنجاح. فل من ناموس الجميع. لك الفوز. يا مرحبا يا مرحبا. المركز الاول في التحدي. الفوز للجميع ان شاء الله، والمزاينه طيبه ما شاء الله، المنظمين واصحاب اللجنه، ونشكر اصحاب الداعمين. والاول الثنايا محدي مره خلاص مسيطر عليه ما شاء الله، محضر الزين ما شاء الله. اهل السعوديه واهل رماه ما شاء الله شلوا الوشاح واخذوا رماه، جمهور رماه، والموعد ان شاء الله توعد جمهور رماه. ما يحتاج الناموس ان شاء الله، بالناموس ان شاء الله في قدرة الله. عسى الله يوفقك وتستاهل كل خير يا ابو صالح. تبقى من عمار اليا عمار في ظل غايد راعي العقل.
أيها الأخوة، السلامات ذهبت إلى وين؟ إلى 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 العشوة. تهانينا والناموس رماه المركز الأول يوسف بن سالم. يوسف بن سالم صموده صمد في وجه هذه الأبطال وأنجز وأبدع وأمتحن ونجح ما شاء الله. المركز الثاني أهالي ميتن، صباح الخير يا محسن محسن بن سالم الحريزي وحيده مع المركز الثاني. المركز الثالث شواشة، صباح الخير يا مضي، صباح الخير يا تلك الأودية الجميلة. هلال بن مبارك بن سعيد الشاشعي، أنعم وأكرم يا الشاشعي. المركز الرابع ذهب بحمدي بن علي بن محمد زعبنوت العودة والبطلة. وخامسا معدية حمدان أحمد زعبنوت. والسادس ذهب مع صدامة أبخيت بن سعيد زعبنوت. سابعا سويدة عمر بن محمد عنبر الحريزي. تهانينا والناموس. إذن مشاهدينا الأعزاء، بنات فرحة مع المركز الأول. وصباح الخير حوروت، صباح الخير عيدم، صباح الخير إلى تلك الأودية الشاهقة بالنواميس وبالتاريخ الذهبي الشيخ سالم بن مسلم بن سالم زعبنوت. شوط الجمل ذهب مع أهالي حوروت وأهالي الخيرات وبنات فرحة مع النواميس. والمركز الثاني بنات مصدر، ثالثا بنات غمزة. المدار حولت نار.
المركز الثالث من نصيب الطويلة سهيل بن بخيت سهيل قداد الكثيري، تحية يستاهل. المركز الأول والناموس يا الشعشعي معيره مع المركز الأول الشيخ مسلم بن محمد الشعشعي ومضي. صباح الخير يا مضي، صباح الخير يا ثمريت. المركز الثاني المزيون، وحيوها اسمها المزيونة. وصباح الخير يا حوروت، صباح الخير يا حوروت. على المركز الثاني الشيخ علي بن مسلم بن علي زعبنوت، ونعم وكفو ينطح كفو. والمركز الثالث من نصيب ثمريت ومن نصيب أهل ثمريت الطويلة سهيل بن بخيت بن سهيل قداد الكثيري، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. يا بزاد الانبهاء حيث تنافس قام والتنظيم غير، يموح عليها رجال واطوال العمر حتى استوى للناس والجمع الغفير، واهل الغوالي يحضروا من كل دار ساقوا ركايبهم على العد الغزير، واليوم مزيونه محطه وانتظر وفي رق الامجاد السابع حشيمة لأهل المزيونة. هنا محمد بن عنبر بن صالح الحريزي، وصباح الخير يا الحراوز جميعا. أول إلى السادس لأحمد بن سعيد بخيت زعبنوت، وصباح الخير يا حوروت مرة أخرى. بينما الخامس أهل القعودة صالح، وانت صالح يا أبو سعيد، صالح بن سعيد محمد خوار الكثيري، والناموس يا أهل ثمريت، الناموس يا أهل ثمريت. بينما المركز الرابع الطويلة حمدي بن علي بن محمد زعبنوت المهري، ورملة شعيت والتاريخ الذهبي. بينما نتحول إلى المركز الثالث يغادر إلى الإمارات والناموس صالح بن سعيد محمد خوار الكثيري، ونعم هبادة الخيرات مع الناموس. مروحة الحريزي سعيد بن سالم بن مسلم الحريزي، يا سلام. ميتن مع المركز الأول والمركز الثاني، ما قصرت الذائرة
حمدي بن علي بن محمد زعبروت المهري الذائرة مع المركز الثاني، ورملة شعيت مع السلامات، رملة شعيت مع الإنجازات، رملة شعيت مع البطلات الرائعات المميزات المحلقات الطائرات مع هذه الإنجازات الكبيرة. بنق السبعة بنمسي وبنصب على أهل ميتن، أهل ميتن النادر مع المركز السابع خالد بن محسن بن سالم الحريزي الناموس، وبيض الله وجهك بيض الله وجهك. السادس المركز السادس المركز السادس أيضا مع بخيت بن مسلم سالم الحريزي ومذهولة، وصباح الخير يا أهل ميتن. المركز الخامس المركز الخامس وين أهل المزيونة؟ وين أهل المزيونة؟ وين أهل المزيونة؟ وين أهل العشوة؟ وين أهل عشوة المهرة؟ سعد بن سالم بخيت قمصيت المهري، تهانينا والناموس. الآن إلى الرابعة، إلى الرابعة، المركز الرابع، المركز الرابع القعودة سالم بن محمد زعبنوت والمزيونة. أوهوهو وصلنا إلى الثالث، وصلنا إلى الثالث، وصلنا المركز الثالث، المركز الثالث علي بن محمد بخيت زعبنوت وحيده والناموس حروت، الناموس حروت، الناموس حروت. وين الكثيري؟ وين الكثيري؟ وين أوار؟ وين محمد بن بخيت؟ وينك يا بن منيف؟ وين بن منيف؟ يا سلام يا سلام يا سلام. وين الزين؟ وين حلوة؟ وين بن زعبنوت؟ وين بخيت؟ بخيت بن سعيد زعبنوت. وين أهالي شعيت؟ والناموس حلوة 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 يا حلوة حلوة يا حلوة حلوة مع المركز الأول، حلوة مع الصدارة، حلوة مع التاريخ. بخيت بن سعيد زعبنوت شعيت التحديات. المركز الثاني مخربة
محسن بن بخيت منيف خوار الكثيري كفو يا الكثيري كفو كفو يا الكثيري كفو الله الله واحد على واحد 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 على واحد 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 على واحد 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 للنصر واحد احنا المهر واحد احنا المهر النصر احنا المهر الانتصار احنا المهر عنوان التاريخ احنا المهر مع التوفيق احنا المهر الله يقوي عزومنا احنا المهر مع النواميس ذهب على ذهب حلوة يا حلوة حلوة يا حلوة ووادي شعيت ورملة شعيت وشعيت وشعيت والتاريخ يا سلام حلوة وبخيت بن سعيد زعبنات المهري في مهرجان اليوم زاد الانبهاء حيث تنافس قام والتنظيم غير قاموا عليها رجال واطوال العمر حتى استوى للناس والجمع الغفير واهل الغوالي يحضروا من كل دار ساقوا ركايبهم على العد الغزير واليوم مزيونه محطه وانتظر وبيارق الامجاد فيها تستنير مرحبا بالليلة ترحيبنا ينساق من قلب وضمير الأرض زنت وارتوت كل القفار والسيحة كلها مزدهر واصبح خضير والسيحة كلها مزدهر واصبح خضير زنت تنافس بينهم مات الحوار بلن عصاي الملاها ندى وخشير وبعد ما زحوا عن اللجنة ستار ثم ميزت بين الأوائل والأخير هذا التنافس يشتعل زال عطايا الله من همسة الحرار تعجب كان أقبل تخب ومسير حطوا له النعمة الغيمة واعتبار تاريخه لا زال من قطع النظير تاريخه لا زال من قطع النظير بديرة السلطان زاد الافتخار وابو اليزن يغودها نحو المسير يغودها بكل همة واقتدار ومجزة تبان فيه والناموس مع سابع الأسماء هذا الاسم الاسم الرائع سعيد بن أحمد سعد زعبنوت والفاتنة مع المركز السابع المركز السادس المركز السادس المركز السادس خالد بن محمد سعيد زعبنوت الناموس المركز الخامس وين أهالي ميتن وين أبطال ميتن العزامة محسن ومحمد بن حميد علي الشرف الحريزي المركز الرابع عبد الرحيم محمد سعيد زعبنوت كفو تنضح كفو بيض الله وجهك المركز الثالث ولها 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 وين أهل ثمريت سهيل بن سعد سعيد بن منيف خوار والناموس والتحدي والإثارة الناموس مع الناموس الناموس والسلام ارصدوا الآن واستعدوا والتحية والسلام بلون الذهب الناموس فزعة فزعة مع الناموس فزعة مع السلامات الناموس المهرة المهرة محافظة المهرة المزيونة عبود بن ياسر مسلم قمصيط المهري يا بن قمصيط بيض الله وجهك فزعة 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 يا أيها التاريخ سجل يا أيها الأبطال سجلوا رجال الصعايب ورجال الشدايد أنت لها يا من تحمل الحمل الثقيل شعارك الانتصار والمجد سألت التاريخ عن الأساطير فأجابني بن قمصيط فأجابني بن قمصيط أنت الأبرع والأمتع أنت رجل المواقف أنت لك الناموس أنت الأفضل وأنت الأروع
بمبدأ الواقعية، بمبدأ الأفضلية. أنت الطود الكبير. الله 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 الله، يا عبود يا بن ياسر، ماذا فعلت وماذا أبدعت وماذا سجلت هذه الانتصارات؟ كفو يا المهري، كفو كفو يا المهري، كفو. بن قمصيت، بن قمصيت ما شاء الله. والمركز الثاني إعلامينا المميز خالد خوار، خالد خوار، أثوب أثوب أثوب، الوافية 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 الوافية، كفت ووفت الإعلامي خالد خوار. والساحة كلها مزدر واسمة خضر، نتنافس بينهم مات الحوار، بلن وصال الملاها ندى وخشي، وبعد ما زحوا عن الأجنى ستار تميزت بين الأوائل والأخير. هذا التنافس يشتعل المركز السابع ناصر بخيت سالم زعب نوض المهري ويستاهل الناموس. المركز السادس مبخوت صالح مسن غبرار زعب نوض المهري ويستاهل الناموس. وياخذ المركز الخامس بخيت سعيد زعب نوض المهري ويستاهل الناموس. وياخذ المركز الرابع محمد سليم سلم زعب نوض المهري ويستاهل الناموس، ويستاهل الناموس. رقم ثلاثة حاملة الرقم 10 للمالك حمدي علي زعبنوت المهري ويستاهل. ويبقى التنافس ما بين 20 و30، 20 و30. وين السلامات؟ وين الفوز؟ وين الوشاح يروح؟ ويستاهل الناموس حاملة الرقم، حاملة الرقم 20 للمالك مسلم سعيد مبخوت زعبنوت المهري ويستاهل الناموس. والمركز الثاني لحاملة الرقم 30 للمالك مسلم عامر زعبنوت المهري يستاهل. سلام هروين، سلام سلام يا هروين، سلام سلام يا هروين، سلام. في مهرجان اليوم زاد الانبهاء، حيث التنافس قام والتنظيم غير، قاموا عليه رجال واطول العمر حتى استوى للناس والجمع الغفير، واهل الغوالي يحضروا من كل دار، ساقوا ركايبهم على العد الغزير، واليوم مزيونه محطه وانتظر، وفي عرق الامجاد فيها تستنير. فوعه للبكار ترحيبنا ينساق من قلب ضيق.
والله متواجدين في المهرجان المزيونة. أولا مهرجان ناجح بكل المقاييس بكل أمانة، ناس مش حلال مشارك من جميع الدول، ناس اشتروا بالملايين ويستاهلون الناموس، جمهور، تنظيم، معلق على مستوى الخليج، ويزاهم الله خير المنظمين وأصحاب الولاية اللي قاموا بهذا المهرجان الناجح، ومهرجان فريد من نوعه الصراحة. أهمية استمرار هذا المهرجان في المواسم القادمة، كيف ترى أهمية استمراره؟ والله أهمية الاستمرار مطلوب الاستمرار، لأن مثل هذه المهرجانات ما تنقطع، لأن مش مهرجان عادي حتى تنقطع، مهرجان كبير ومهرجان له إقبال غير طبيعي. شوف الناس متوافدة من جميع المناطق ومن جميع حتى من خارج السلطنة، وجزاكم الله خير المنظمين ورئيس التنظيم واللجان، قايم جهود جبارة شغالين ليل مع نهار، وأشكرهم على نجاح هذا المهرجان الكبير. شكر موصول لك يا مرحبا بك. زال عطايا الله من همس الحرار، تعجب كان اقبل تخب ومسير، حط له النعمه الغيمه واعتبار، تاريخه لا زال من قطع النظير، تاريخه لا زال من قطع النظير، بديرة السلطان زاد الافتخار، وابو اليزن يقودها نحو المسير، يقودها بكل السلام والتحية. الرقم الثالث اللي تحمل رقم 10 قانم سعد أحمد سعيد معكوف زعبنوت. وين يروح الناموس؟ مع 10 ولا 20؟ سلام والتحية. الرقم 20 موجود سعد دليمي زعبنوت فزاع فزاع طناف مسلم قنام زعبنوت فزاع قنام فزاع قنام فزاع غانم سلم زعبنوت. والرقم الثلاثة هي تحمل رقم 30 سالم سلم سالم الحريزي. يا رجل امجاد فيها تستني مرحبا بالليلة فوأهل البكار، ترحيبنا ينساك من قلب ضمير، الأرض زنت وارتوت كل القفار، والسيحة كلها مزدهر واصبح خضير، والسيحة سهلة. والله الحمد لله المهرجان هذه النسخة للأمانة يعني يشهد نجاح غير مسبوق، وهذا بفضل الداعمين من مكتب سعادة الشيخ وكافة الداعمين الآخرين والجهات الإعلامية والإعلاميين المتميزين اللي يظهروا المهرجان بالصورة التي يعني الصورة الطيبة، وملاك الإبل والله الحمد يعبر عن ارتياحهم على هذا المستوى العالي من المنافسة من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة، والمهرجان يشهد قبول ولله الحمد وجهة رسمية في الوطن في الخليج العربي لملاك الإبل سواء كان من مجاهيم ولا الضرائب ولا عماين أصاليات الأصايل. ومرحبا بالجميع، ونتمنى للجميع إن شاء الله المشاركات الطيبة، ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله من نجاحات إلى نجاحات.
الحلة والناموس والسلام بلون الذهب الرقم 50 الرقم 50 مبارك بن سعيد الشعشعي الشعشعي شعنورك الشعشعي شعنورك الشعشعي شعنورك ثمريت ومضي تستاهل السلامات سلامي عليك الشعشعي الناموس والمركز الثاني أحمد 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 خوار أحمد خوار مع المركز الثاني الرقم 40 الرقم 40 أحمد بن سعد أحمد بن سعد منيف خوار يا سلامي عليك والمركز الثالث المركز الثالث نفس المالك أيضا لأحمد بن سعد منيف خوار والمركز الرابع التهنية ذهبت مع بالشرف الحريزي الصغيرة الصغيرة ميتن دوت كوم هذه النيابة العريقة التابعة لولاية المزيونة ويستاهل الحريزي يستاهل يستاهل الناموس يستاهل يا سلامي عليك والمركز الخامس المركز الخامس نزاعت زعبنوت نزاعت زعبنوت يا سلام سعيد بن محمد سعيد زعبنوت مع التحية والاحترام والمركز السادس مرموقة لبخيت بن محمد بخيت زعبنوت والمركز السابع أيضا لبخيت بن مسلم سالم الحريزي دوت كوم الحريزي دوت كوم ما شاء الله